السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات أولى ثانوي. معكم مستر محمد شعبان، وأنتم على قناة فرنساوي الثانوي مع مستر محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة، أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت عايز تشوف الفيديوهات اللي نزلت قبل كده، ممكن تخش على قوائم التشغيل هتلاقي قائمة اسمها أولى ثانوي 2024، هتلاقي فيها الفيديوهات بالترتيب ورا بعضها. إن شاء الله النهاردة يا شباب ميعادنا مع الدرس الثاني من الوحدة الأولى. في الفيديو اللي فات شرحنا القواعد، في الفيديو ده إن شاء الله هنقول المواقف والموضوع والايميل. قبل ما نبدا هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واول صفحه في المواقف عندي بتقول ايه؟ بيقول لك بوغ يعني لكي. كلمه بوغ دي يعني لكي سالوي تحيي ان بيرسون، شخص ما. عشان تحيي شخص ما هتقول له ايه؟ بونجور يعني صباح الخير، بونجور تيو سافا، صباح الخير يا تيو، سافا انت كويس؟ قال له سافا بيان ميرسي، سافا بيان ميرسي يعني كويس شكرا. طيب تاني موقف عندي بيقول ايه؟ بور دوموندي بور بوغاندر كونجي دين بيرسون، لكي تستأذن الانصراف من شخص ما. هتقول له ايه؟ عايز يعني انت واقف مع زمايلك وعايز تمشي، هتقول لهم ايه؟ ممكن تقول لهم سالو، وهم برضو ممكن يقول لك سالو، وانت او هم يقول لك شاو. شاو دي كلمه ايطاليه دخلت على اللغه الفرنسيه. تالت موقف عندي بيقول بور يعني لكي، ديموندي تطلب او تسال، ايه يعني و، ايدونتيفيي تحدد هويه ان بيرسون شخص ما. عايز اقول من هذا؟ هو مين ده؟ او مين دي؟ هقولها ازاي؟ كي سي، كي سي، كي يو اي دي بتتنطق كي، كي سي، السي ابوستروف او اس دي كده كلها على بعضها تنطق سي. زي ما انا قلت كده سي، تمام. طب والكي ديت يعني معناها من؟ طب بتتنطق ازاي؟ الكيو واليو هتديني الصوت كي، والاي هتديني الصوت اي، يبقى اسمها كي، كي سي يعني من هذا او مين دي، تمام. سي ناديا، انها ناديا، ان كوبين دو زوي يعني صديقه زوي، تمام يا شباب. طيب بعد كده الموقف الرابع عندي بيقول ايه؟ بور سان فور ميسيور، لكي تستعلم عن لينوفيل دان كوبان يعني اخبار صديق. كلمه لينوفيل يعني اخبار، عايز تقول له عامل ايه، ازيك، كومو فاتو يعني كيف حالك، كومو فاتو كيف حالك. قال له با تري بيان يعني مش كويس، با تري بيان. طيب نخش على الصفحه اللي بعدها يا شباب. في المواقف عندي عباره عن مواقف متنوعه وبعض الردود المتوقعة لها. بيقول لك ايه؟ تو سالو، انت تحيي، تون كوبا لو ماتان، انت تحيي صديقك صباحا، كيسك تو دي، ماذا انت تقول. ممكن تقول له بونجور صباحا، طالما قال لك لو ماتان ممكن تقول بونجور، او سالو سافا، مرحبا انت كويس. طب تو سالو تون كوبا لو سوار يعني انت تحيي صديقك مساء، هتقول له بون سوار، مساء الخير، سالو، مرحبا. رقم ثلاثة، تو دوموند عن كوبا دي سي نوفيل، انت بتسأل صديق عن اخباره، كيسك تو دي، ماذا انت تقول. هتقول له الواحد عامل ايه، ازيك، اخبارك ايه، هتقول له كومو فاتو او كومو سافا يعني كيف حالك. رقم اربعة، تو دوموند، انت تسأل عن كوبا صديق سي نوفيل اخباره، كيسكيل دي، ماذا هو يقول. هيقول لك ايه؟ سافا سوبر بيان، كويس جدا، كوم سي كوم سا يعني ماشي الحال، نص نص. طب رقم خمسة، بور لكي بروندر كونجي، على بعضها كده معناها تستأذن للانصراف، دانامي عشان تستأذن للانصراف من صديق، كيسك تو دي، ماذا انت تقول. واقف مع زمايلك وعايز تمشي هتقول لهم ايه؟ تشاو، الى اللقاء، ابليس، الى اللقاء، اوريفوار، الى اللقاء، ادوما، الى الغد، تمام. كلهم بيؤدوا نفس المعنى. الموقف الثالث يا حلوين بيقول ايه؟ بورد موندي لدينتيتي، لكي تطلب هويه شخص ما، كاسكو تو دي، ماذا انت تقول. عايز تقول من هذا، هو مين ده، مين ديت. ممكن تقول كي سي، سي كي، كيس، سي كي، كي سي، سي كي، كيس، كلهم نفس المعنى، بس مقدمين هنا أداة الاستفهام على الفعل في ثلاث أشكال. رقم سبعة، ت
identifie أنت تحدد هوية إن بيرسون شخص ما. Qu'est-ce que tu dis ماذا أنت تقول؟ C'est Nabil إنه نبيل. C'est un copain de tennis صديق في لعبة التنس. Voici Marie ها هي ماري. Une voisine du quartier جارة في الحي. رقم 8 Tu présentes un copain أنت تقدم صديق. Qu'est-ce que tu dis ماذا أنت تقول؟ أنت هتقدم صديق هتقول إيه؟ Voici Thomas ها هو توماس. Voici يعني ها هو. Je vous présente Je vous présente يعني أنا أقدم لكم. جو يعني أنا وبريزونت أقدم. الفو دي يا شباب معناها هنا كم تمام؟ ما تلاقي الفو هنا جاي بعد ضمير جو معناها كم. Je vous présente أنا أقدم لكم توماس. Un copain de basket صديق في لعبة الباسكت. كده خلصنا المواقف. تعال نشوف الإنتاج اللي عندي أو الإيميل اللي عندي بيتكلم عن إيه. أول سؤال عندي الميل. سلو مرحبا. طبعا ده مش سؤال ده يعني إيه فكرة من الأفكار اللي بتجيلك في الإيميل اللي تبع الدرس ده. كومو سابيل يعني ما اسم تون كوبان دو باسكت صديقك في الباسكت. إلا كيلاج هو عنده كم سنة. أبليس إلى اللقاء. سلو مرحبا. السابيل نادر هو اسمه نادر. إلا كانزون هو عنده 15 سنة. أبليس إلى اللقاء. بعد كده عندي سؤال أو فكرة السوجي اللي عندي في الدرس ده. السوجي طبعا اللي هو الموضوع. بنكتب من 15 ل 20 كلمة في هذا الموضوع. بيجي يقول لك بريزونت تون سيبيغ كوبان يعني قدم صديقك على النت. ويديك كلمة برينوم أو كلمة أدريس. ويقول لك تكلم أقدمه. طب أقدمه يعني إيه؟ يعني هتقول اسمه، سنه، عنوانه، بيسكن فين، بيحب إيه، كده. طيب هو مديك هنا كلمة برينوم عشان تقول اسمه، كلمة أدريس عشان تقول عنوان. طيب جي أن سيبيغ كوبان أنا عندي صديق على النت. إلسابيل جون هو اسمه جون. إلا سيزو عنده 16 سنة. إلي ليسيان هو طالب في المدرسة الثانوية. الأبيت أليون هو يسكن في مدينة ليون. إليم لو بلو إلو جري يعني هو بيحب اللون الأزرق وبيحب اللون الرمادي. كده حلوين احنا خلصنا المواقف والإيميل والموضوع بتوع الدرس ده يا شباب. وبكده خلصنا الدرس ده. إن شاء الله الفيديو القادم هنحل التمارين اللي على الدرس. أتمنى أن تكونوا استفدتم يا شباب. لو استفدتم لا تبخلوا أن تضعوا لايك للفيديو وتشيروا كل أصحابكم عشان الكل يستفيد. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.